في ثاني مواعيدنا الرياضية، البداية مع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكيف ما نعرفوا الجولة الثانية باش تلعب على 5 دفعات. تعيينات الحكام بالنسبة للدفعة الأولى، البداية نهار السبت 14 سبتمبر، ماضي 3:30، الأولمبي الباجي مع مستقبل جابس. المباراة هذه سفر حسني النيلي، في انتظار أيضا التعرف على ملعب المباراة، باعتبار أن الأولمبي الباجي كيف ما نعرفوا يلعب خارج القواعد، في انتظار أنه ملعب باجة يكون جاهز. المباراة هذه أقرب أنها باش تكون في مجاز الباب. المباراة الثانية أيضا نهار السبت، قوافل القفصة مع الترجي الجرجيسي، والتحكيم لخالد قويدر. ثم نهار لحد 15 سبتمبر، الدفعة الثانية اتحاد تطاويل مع النادي البنزرتي، المباراة هذه سفرها عبد الحميد بدر الدين. بقية الجولة نذكر بها، لحد 22 سبتمبر مباراة النادي الافريقي مع شبيبة العمران، الاربعاء 25 سبتمبر مستقبل سليمان مع الترجي، والنادي الصفاقسي مع اتحاد بنجردين. ثم الختام نهار الخميس 26 سبتمبر، الملعب التونسي نجم المتلوي والاتحاد المنستيري مع النجم الساحلي. نهاية الأسبوع الحالي، الموعد باش يكون مع مباريات ذهاب دورة تمهيدي ثاني للمسابقات القارية للأندية، رابطة الأبطال وكأس الكاف، دور حاسم قبل الدخول لدور المجموعات، وأربعة أندية تونسية تمثلنا في الدور هذا. في رابط الأبطال غدوة 13 سبتمبر الجمعة في رادس، 6 العشية الاتحاد المنستيري مع ولدية الجزائر، تحكيم للمصري أمين عمر، وبيع التذاكر متواصل بمقر النادي وبالمغازة بالنسبة لأحباء الاتحاد المنستيري. وغدوة في شبابيك قاعة توفيق بوهيمة برادس، والأسعار 10, 20, 30, و50 دينار، وبالنسبة لأحباء المولدية اللي يحبوا يكونوا موجودين في ملعب رادس لتشجيع فريقهم التذاكر ب50 دينار، ويدخلوا من البوابة 29 والبوابة 33. دائما مع رابط الأبطال، نهار لحد ماضي ثلاثة، نهار لحد 15 العشية في ملعب رادس، مباراة ديكيداها الصومالي مع الترجي بتتلعب في ملعب رادس. الحكم المالي بوبو تراوري هو اللي صفر اللقاء، وتذاكر ما زالت متوفرة بالحديقة باء لأحباء الترجي حتى لليوم، البيع لأصحاب الاشتراكات، ثم بداية من غدوة البيع لبقية الأحباء، والأسعار 10, 15, 25, 35, و50 دينار. وكيف ما نعرفوا الفريق الصومالي هو اللي استقبل الترجي في ملعب رادس في مباراة الذهاب، باعتبار أنه ما عندوش ملعب مؤهل باش يحتضن فيه مبارياته، وبالتالي اختار أنه يكون موجود في تونس. في كأس الكاف نهار السبت 17 العشية، الملعب التونسي مع اتحاد العاصمة الجزائري، تحكيم بيير جون من الكونغو، والتذاكر متوفرة بداية من اليوم لحباء الملعب التونسي بشبابيك ملعب الهادي النايفر وبمقر النادي، والأسعار 10, 30, 40, 50, 500 دينار و750 دينار. وأيضا بإمكان أصحاب الاشتراكات الدخول، وكل شخص يقتني تذكر الفيراج أو أونسان تنفريوري نجم يتحصل على تذكر مجانية للنساء والأطفال من عائلة واحدة، باش يدخلوا الكل مع بعضهم. بدرة طيبة من جمعية الملعب التونسي، في انتظار أن نشوفوا حضور جماهيري مكثف. نهار لحد 14 العشية أيضا في الطيب المهيري، لكنزو البوراندي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، نفس الشيء الفريق البوراندي ملعبه ماهوش مؤهل لاحتضان المباريات القارية، وبالتالي اختار أنه يستضيف النادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري. التحكيم سيكون الغاني أكوانونو، تذكر موجودة على ذمة حبة CSS بأسعار 20, 40, و60 دينار. النجم الساحلي أعلن البارح تعاقده رسميا مع مايسترو المستقبل الرياضي بالمرسى نزار السميشي بعقد لمدة 3 سنوات، لاعب عمره 24 سنة يلعب بالساق اليسرى، متكون في المستقبل ويحثق جيدا لعب الكرة الثابتة. الإتوال ينتظر وصول الظهير الأيمن وجدي كشريدة لإتمام إجراءات انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر، ومن المنتظر أن يكون موجود اليوم في سوسة، والعودة من جديد لفريق جوهرة الساحل في تجربة ثانية. في الملعب التونسي، اتفاق رسمي مع المدافع السابق للأولمبي الباجي الطوغولي كلوسي أوغبوزو في انتظار الإمضاء. وأيضا في اتحاد بنجردين، اتفاق مع لاعب النادي الإفريقي آدم الطاوس. في اتحاد تطاوين، التعاقد مع زوز ملاعبية من السنغال، المهاجم لامين دياتا وعمره 20 سنة قادم من نادي كازا السنغالي، والمدافع باباكير دياتا عمره 21 سنة قادم من نادي أوسلو السنغالي.
إلى كرة اليد، الاتحاد الأفريقي سحب اليوم قرعة الدورة 45 من بطولة أفريقيا للأندية البطلة اللي تحتضنها المغرب من 9 ل 19 أكتوبر، والمفاجأة أنه لم يتم إدراج اسم الترجي في القرعة، والسبب حسب رد مسؤولي الاتحاد الأفريقي تقديم طلب خارج الأجال القانونية، وتم وضع الترجي في قائمة الانتظار إذا ينسحب فريق آخر يحل هو مكانه. والغريب في الأمر أنه تم قبول ترشحات فرق أخرى وصلت البارح يعني قبل اليوم من سحب القرعة، والنية قد تكون مبيتة من بعض الأطراف الاتحاد الأفريقي لكرة اليد من أجل إقصال ترجي أبرز المرشحين للتتويج باللقب، وهذا حسب المعلومات اللي كان مدنا بها زميل منير زوابي المختص في كرة اليد. مشكور. إلى التنس، ونحكيه على دورة الياسمين المفتوحة بالمنستير من 9 إلى 15 سبتمبر، واللي يعطينا عليها حوصة مدير الدورة شهاب الحاج يوسف خاصة بعد مغادرة كل التونسيات. كما نعرفوا انه لاعبات تونس كانوا مستدعين في جدول التصفيات ما ربحوش ودخلوا الجدول النهائي، فما اللاعبه الوحيده بشير شيراز اللي كانت عندها وايلد كارد باش تلعب الجدول النهائي وانهزمت في الدور الاول. اليوم وصلنا لمرحله الثمن النهائي، عندنا 4 لاعبات وصلوا للربع النهائي، والمفاجات اللي صارت في بطوله المنافسين انه المصنفه رقم 2 الفرنسيه ديارا باري انهزمت البارح بعد مقابله تقريبا 3 سوايع اوكرانيه، ونفس الشيء بالنسبه للمصنفه رقم 2 الفرنسيه كلارا بيوريل انهزمت ضد لعبة أوكرانية في الدورة هذه، خسرنا المصنفة رقم 2 ورقم 3، وإحنا قلنا أنه الدورة متاعنا هذه باش يكون فيها تنافس كبير على خاطر المستويات تقريبا أغلب المقابلات كانوا 3 سات، مقابلات بين ساعتين ونص وثلاثة سايع، دونك الجماهير اللي كانت حاضرة في اليومين هذوما تمتعوا بعديد المقابلات الممتازة وممتازة جدا. شوف دورة راهي 250 نقطة وتلقى عندك 3 لاعبات 32 و35 و50 و70 وبقية اللاعبات كلهم أقل من 100، هذا يدل أن الدورة هذه مقارنة بعديد دورات الدسوسة كونس العالم دورة جابت واستقطت عديد اللاعبات على مستوى عالي جدا. الأكثر إقبال فما عديد من السياح، نفس الشيء اللي تعرفوا توا فترة سياحية وعديد الفنادق في تونس فيها كثير من السياح جاوا ويشجعوا في أولاد بلادهم. عن اللعبة التركية ذي عندها جمهور كبير من تونس وإن شاء الله اليوم تلعب في ثالث جدول. عن اللعبة مرتيناز اللي فازت بالبطولة الأولى والثانية عندها هي المقابلة في الجدول الثاني اليوم تقريبا ممكن على الساعة 6، جماهير قاعدة تزايد يوم بعد يوم، وهذا شيء يفرح وهذا يشجع تونس لازم تحافظ على الدورة هذه. هذه هي الدورات تعطي إشعاع لتونس عالميا في الرياضة هذه. هذه الخليج الصغار متاعنا يشوفوا عن قرب اللاعبات هذوما وطريقة تدريبهم وطريقة لعبهم. إن شاء الله كما تونس جابت أونس جابر وفي نفس الموضوع أونس جابر أنا شفت اليوم في صفحات الفيسبوك يتهموا الجامعة ومنظمي الدورة اللي احنا ما استدعيناش أونس جابر. أونس جابر في السنة الماضية كنا الآخر وقت معها، ولكن هي اختارت أنه تمشي الدورة في حاجة لنقاط أكثر من دورة المنافسين. وسنا كما نعرفوا أونس جابر انسحبت من دورة أمريكا المفتوحة لأنها عندها مشكلة صحية في الكتف نتاعها، دونك مغالطات هذه ماهيش باهية وخاصة لما تجي من عائلة التنس اللي موجودة في تونس، دونك استغلال اسم أونس جابر لتعطيل النوعية من الدورات هذه في تونس ماهوش باهي، خاصة أنه الناس الكل تشكر فيها الـ WTA برمجت السنة القادمة أنه دورة المنافسية مش بتكون موجودة 8 سبتمبر، وهذا يدل أن الدورة هذه ناجحة ولقات ترحام من جميع اللاعبات والـ WTA. وبالتنس نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي في الأمان. فلاش سبور كل نهار اثنين بعد موجز العشرة، الإذاعة الوطنية والوكالة الوطنية.